كما قلت الحمد لله ما عليا الا نهني اللاعبين كاملين الكبار للي صغار، ونهني الاطر المراكشيه اللي سهرت على هاد اللاعبين في ثلاثه السنوات اللي قدموا لنا العديد من اللاعبين اللي بينوا على على على, على مستوى عالي. فهذا عمل ديال الاطر، ما نهني اللعابه لان دخلوا بواحد القتاليه كبيره. كذلك جميع الاطقم، لا الطاقم التقني ولا الطبي ولا كل شيء، ولا المكلف الامتياز، كل شيء يعني، ولا السائق، كل شيء يعني، من شهر ونص وحنا كنا في معسكر، كل شيء تيقوم بواحد العمل كبير. الاداره والسيد الرئيس اللي وفروا لنا واحد اللاعبين، وفروا لنا الظروف كامله، وفروا لنا اللاعبين اللي في المستوى العالي. الحمد لله يعني المباراه تكتيكيا ضغطنا تقريبا، خدينا مخاطره كثيره، لان في الخلف كنا كنلعبوا واحد ضد واحد، ما كانش عندنا التغطيه، باش لعبنا معاهم تقريبا 94 دقيقه اللي درنا الضغط العالي. وهذا شيء شويه صعب في كره القدم، ولكن كنا تنتغلبوا هذا بالاستحواذ على الكره، خرجنا الكره من القلب، ضيعنا في الشوط الاول فرص. فريق خصم راه فريق كبير جدا، عنده مدرب على المستوى والطراز العالي، يعني تاقلمنا حنا يعني خططيا او تكتيكيا، تاقلمنا اكثر على الخصم. لما كنتشكو ان الكره كنلعبوا اللاعب ديالنا، كنحاولوا نقلبوا على المساحات، والمساحات في دار الدفاع ديال فريق الوداد وما بين الخطوط. ويعني ملي ما تكونش عندنا الكره اليوم، تاقلمنا بشكل كبير، وضغطنا تقريبا رجل لرجل طيله المباراه. الحمد لله كان يمكن لنا نسجلوا، حتى هما كان يمكن لهم يسجلوا. كتبقى مباراه يعني جميله بين فريقين اللي جميلين، والحمد لله. لا ما كاينش الرافع يعني من السنه الماضيه، كاين فاسوخ في اصابه، يعني التواء في الكاحل، يعني خصو واحد 5 إلى 6 أيام ويكون معنا ان شاء الله. في هذا نتمنوا الشفاء العاجل للعبدين، اللي الاصابه ديالو مقلقه، لان كان انطاك البار ديريير، يعني الركبه ديالو تصاب فيها. نتمنى من الله ان ما تكونش شي حاجه اللي خطيره. اول حاجه الحمد لله على هذه النتيجه هذه، كنشكر تبارك الله على ديزيكيب اللي كاين في مراكش، الدراري اللي جاو هنا كنشكرهم، حنا جروب واحد ان شاء الله كنحاولوا باش نحققوا الصعود هذا العام هذا، ولما لا كاع نديروا شي مفاجاه في الكيسه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف كتشوفوا اليوم راه كانت مباراه ماشي سهله، حاولنا نقدموا اللي علينا، المدرب راه شفتوا كيفاش كيدير الجهد ديالو والخدمه ديالو. الوداد كتبقى فرقه كبيره كيف كلشي كيعرف، واخا تعادوا ولا شي ما كاينينش غنطيحوا يدينا، مازال الخدمه مازال تابعنا بزاف، وان شاء الله راه غيكون غير الخير، وتسناو منا غير الزوين، حيت هاد المدرب هذا راه زاد اضافه للوداد، ووفر لنا شي حوايج حنايا كالدراري الصغار اللي ما كناش كنشوفوهم شحال هادي. ونشكروا الرئيس حتى هو اللي واقف معنا، وان شاء الله راه غيكون الخير وديما وداد. الماتش ضحكوا كل فرقة مزيانة، درنا اللي علينا باش نركبوا هاد الماتش ونجيبوا 3 بوان. الدراري راه خدموا وعطاو كلشي اللي عليهم باش يماركيو، ما كتبش ما تدخل لينا كورة. الدراري داروا كرون ماتش، الدراري صغار عندنا بزاف، كنت كيعطينا فرصة لحنا الصغار، وإن شاء الله الخير جاي في المستقبل.